الفيديو برعاية شامي ستورز. نهاية 2018 فهي سنة صعبة، وفي الفيديو ده هنتعرف عن أهم 10 ألعاب نازلين في نهاية السنة. وبما أن إحنا في شهر سبتمبر فالفيديو هيركز على الألعاب اللي هتنزل بعد شهر سبتمبر، بحيث من أكتوبر لحد آخر السنة. فيلا نتعرف عن أهم الألعاب من خلال فيديو توب 10 من الأقل أهمية للأكثر أهمية. عالم مليء بالدمار والانفجارات في انتظارك مع الساخرة Just Cause 4. اتمنى بس ان الاستوديو يهتم في تنويع اللعبة ومهمات القصة، والفريم دروب اللي كان موجود في الجزء اللي فات يتحل، وفريق افالونش مهتم جدا بالتفجير ومحرك اللعبة حسن بشكل كبير على الانيميشن والانفجارات ومؤثرات الطقس، وعالم اللعبة بقى اكبر. عموما اللعبة موجهة اكتر للناس اللي بيحبوا الجو الجنوني بتاع اللعبة. هيتمان 2. استوديو ايو انتراكتيف لما قدم اول اجزاء من هيتمان كان مبدع، قدم قصة ممتازة، وبصراحة ده اللي ميز هيتمان، وطبعا الجيم بلاي المليء بالحرية. للأسف في الفترة الأخيرة لما قدم جزء بتاع 2016 واللي كان سيء وإساءة لعشاق اللعبة، والجيم بلاي في الحالات الأخيرة بتاع جزء 2016 بقت سيئة للأسف، ما فيهاش إبداع خالص. لكن الجزء الجديد أنا متوقع أن الاستوديو يرجع أفكاره القديمة الممتازة، وخصوصا أنه لغى فكرة نزول اللعبة على حلقات، والجيم بلاي ما تغيرش عن الجزء القديم، هيقدم برضه فكرة اغتيال الأهداف، واللي أنا شخصيا حبيت الفكرة دي وشايفها فكرة ممتازة، أنه يقدم لك طرق مختلفة لقتل أعدائك وحرية في التجول، لكن أتمنى أنها تتصمم بنفس الحلقة بتاعت باريس. لو حبيتوا لعبة كاب هيد فلازم تتعرفوا على اللعبة اللي كانت مصدر إلهام ليها، وهي ميجا مان بجزئها 11، وللأسف نزلة في وقت هيخليني معرفش ألعبها بسبب إن الألعاب دي محتاجة تركيز. لكن شخصيا شايف إن ميجا مان ما فيهاش الفوضى بتاعت كاب هيد. في كاب هيد كانت مش بتخليك تاخد نفسك، فبالنسبة لي ميجا مان ممتعة أكتر وصعوبتها عادلة لحد كبير، عكس كاب هيد اللي شايفها صعوبتها مش عادلة أو فوضوية شوية. باتل فيلد 5 وكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4. علشان مظلمش اللعبتين وعشان عارف ان محبين اي لعبه منهم هيفضلوها على اللعبه الاخرى، باتل فيلد 5 مفيش شك انها قدمت رسومات خارقه خصوصا لو هتلعبها على البي سي. تقريبا الشيء الجديد الوحيد في اللعبه هو الباتل رويال، وبصراحه عايز اعرف ازاي هيتقدم، لان عندي تحفظ بخصوص الباتل رويال، لان على حسب ما شفت من اللقطات البسيطه ان كان في واحد بيتحكم بدبابه، فده موضوع مش فير وهيبقى اوفر باورد خصوصا لما الزون تبدا تصغر. اما بالنسبة لبلاك اوبس 4 فاللعبة من الواضح انها قدمت تحسينات كتيرة، زي فكرة الهيلث اللي تقدر تزوده، وكان فيه اشاعة ان الزومبي هيبقى موجود في الباتل رويال، مش عارف ازاي لكن ننتظر ونشوف. الاقبال على فول اوت 76 قليل جدا، ممكن بسبب اتجاه بسيزا للاونلاين، فاللعبه مش عليها هايب. انا عموما بحب جدا عالم فول اوت، وحابب اشوف ازاي عناصر الار بي جي هتتقدم في لعبه اونلاين. للاسف في تفاصيل كتيره مش مفهومه، وشايف ان الجزء الجديد متاثر شويه بلعب الباتل رويال، بحيث ان في لاعبين كتير وبتاخد منهم لوت، بس هل اللعبه هتقدم مهمات او هل هيكون في قصه معينه؟ فانا مستني اي تفاصيل نعرفها عنها، واتمنى شركه بسيزا تسوق اللعبه وتعمل لها دعايه محترمه. Assassin's Creed Odyssey. Ubisoft بيكملوا تأثرهم بلعبة The Witcher 3، بس للأسف دايما بينسوا حاجات مهمة ألا وهي الشخصيات والحوارات والكتابة. اللي ميز ويتشر هي الشخصيات وطبعا عناصر الار بي جي اللي معموله باتقان، فلما اساسن كريد اوديسي تقدم قرارات ماشي ما عنديش مشكله بده خالص، بس هل هيكون مؤثر؟ هل هيخليني اخسر شخصيات بسبب قراراتي؟ لان القرارات في اوديسي مش في انك تعمل علاقه مع مين او تحب مين، لكن في حاجات كتيره مهمه زي التحكم في مصير الشخصيات، فانا حابب اشوف ازاي القرارات هتتقدم في اوديسي، واتمنى فعلا يعملوها بشكل ممتاز. سوبر ماريو بارتي. ملاك نينتندو سويتش لازم ينتظروا اللعبة الممتعة دي، اللعبة فيها شخصيات كتيرة قابلة للعب غير ماريو زي دونكي كونج وشخصيات كتيرة، اللعبة تعتبر جواها ألعاب كتيرة أو ميني جيم، فأنت عندك حرية كبيرة باللعبة اللي عايز تلعبها، وطبعا مع وجود الأونلاين، وبصراحة اللعبة شكلها ممتعة وخصوصا لو بتلعبها مع القرايب.
سبايرو ريجنايتد. من الواضح ان اكتيفيجن مهتمين جدا باعاده الالعاب الكلاسيكيه، فبعد النجاح الخارق لكراش بانديكوت فالشركه حاليا شغالين على العظيمه سبايرو. بصراحه متحمس لها جدا، الريماستر غير بشكل كبير على اللعبه وهيقدم اول 3 اجزاء من السلسله، واكيد اللعبه هتبقى ممتعه. هي ممكن تكون موجهه اكتر للناس اللي لعبت الاجزاء الكلاسيكيه وهتبقى ممتعه بالنسبه لهم اكتر، لكن الناس الجديده اللي ما يعرفوهاش فممكن بالنسبه لهم تكون ما فيهاش هدف او ممله، لكن اللعبه بصراحه ممتعه وتستحق التجربه. واخيرا بعد انتظار 6 سنوات فدارك سايدرز عادت لموطنها، واحده من اعظم الالعاب اللي لعبتها بالرغم ان الجزء الثالث اتاخر جدا بسبب تخبط الناشر بالافلاس، لكن اخيرا السلسله رجعت من تاني بنفس اعضاء الفريق اللي قدم الاجزاء القديمه، واللي بصراحة شايف ان الفريق بيعمل كل جهده علشان يحافظ على اسلوب اللي حبيناه. دارك سايدرز 3 المفروض انها هتكمل رحلة الفرسان الاربعة، والليفل ديزاين بقى اوسع، فاللعبة هتقدم مناطق كبيرة لحد ما، واللعبة هتقدم استكشاف ولوت. وطبعا اهم لعبة في القائمة وهي Red Dead Redemption 2، مفيش كلمة ممكن تتقال عن العظيمة دي. روك ستار من ابدع المطورين، بيعرفوا يستغلوا كل الجوانب، المحرك والاجهزة واللعبة، من رسومات لعالم ضخم لشخصيات لقصص. وبالرغم ان حتى الجيم بلاي بتاع Red Dead مش واضح قوي وروك ستار مش عايزين يحرقوا التفاصيل، لكن مع ذلك فالناس متحمسين ليها. انا عموما بعشق اجواء الغرب الامريكي، والجزء الاول بالنسبة لي كان لعبة الجيل اللي فات، كان بصراحة نقلة مختلفة للالعاب العالم المفتوح. عموما هي دي القائمة ودولت اهم 10 العاب نازلين، لذلك جهزوا المحفظة بتاعتكم وقولوا لي ايه الالعاب اللي متحمسين ليها. بشكركم على المشاهدة واتمنى انكم تزوروا صفحتي على فيسبوك نيفر مايند اتش دي. كان معكم احمد السوري، سي يو نيكست تايم.